بصي يا مريم، انا منكرش ان هو لوكال شويه، بس هو بيحبني جدا. اسبوع بالظبط وهيتغير، هو وعدني ان هو هيتغير علشاني. اقفلي بس عشان هو جه دلوقتي، واخر اليوم هقولك عملت ايه. يا عم خلاص ما تشغلش بالك بقى. ايه المكان اللي جابني فيه ده؟ انا محصورة قوي. بقول لك يا صاحبي، مفيش دورة مية هنا؟ دورة مية؟ ايه ده؟ لا بس الصرف باين. وبعدين ايه المكان اللي انت جايبانا فيه ده؟ خلي بالك انا ما بشربش حاجه، يكون هنا بيقدموا حاجه، انا هوائي مش مائي. يا محمد لا، ده كافيه عادي عادي. انت عامل ايه بقى؟ عامل خط وماشي عليه. هاي. خط وماشي عليه؟ يعني ايه؟ هو انت ساكن فين؟ شايف انا ولد جرسوم معاها حاجات كده مدوره قرص عليها شوكولاته، يعني جابوا لنا اتنين نعزازه فيهم انا وانتي. وما تخافيش نقلع حاسي. هو تقال. بص مفيش حاجه اسمها قرص بالشوكولاته، يعني دي اسمها دوناتس. ومفيش حاجه اسمها اقول له خد يا ولا تعالى، كلمه باسلوب احسن من كده شويه. ماشي بالراحه. اه انت خارجه مع مايكل جاكسون ولا ايه؟ هي إيه اصلا اسمها قرص؟ كانت بتتعمل بالعجوه زمان، اليومين دول بس جديد عاتين عليها شوكولاته. مش مهم مش مهم. شكلك حلو قوي النهارده. لا استورك والله اختي. وبعدين انت اللي في القلاقه النهارده، بس انت شكلك شاربه صوبيا. صوبيا ايه يا محمد؟ بس ده بيرفيوم من فيكتوريا سيكريت اسمه كوكونات. اه ماشي. احكي لي عن نفسك اكتر، انا مستريحه لك قوي. قول لي ايه المواقف اللي قابلتك في حياتك واثرت فيك؟ بس كده؟ ده في كتير. اقول لك انا على موقف. مره واحد صاحبي بفتي كان اسمه ماسوره، كان نازل من بيته معمي مش شايف. يا حرام، ربنا يشفيه يا رب. ملك انت شكلك 146 وهتتعبيني. 146؟ لا انا زمان كانت عربيتي 128، بس ده زمان يعني. ها بقى هنحط اسم نجم وبعض في البطاقه امتى؟ ولا سيبك تفكري. لا لا اديني وقت افكر يا محمد شويه. ماشي. ايه فكرتي؟ بص يا محمد انا موافقه، بس توعدني ان انت تتغير علشاني. اوعدك احنا بتوع بعض. مريومة قلب اختك، ازيك؟ حفلة الحمو والشيخة في راس السنة تحفة، نحجزه هنخرجوها. يا شوش انزل يا مصيط، خد اقعد تعالى.